هي ليست قمامتي لكنه وطني، شعار رفعه العشرات من المتطوعين من مختلف الفئات لجمع النفايات المتراكمة على مستوى البحيرتين الثالثة والرابعة وحضيرة السيارات بغابة جبل الوحش بقسنطينة. سخرت إمكانيات بشرية كبيرة ومادية، إمكانيات البشرية تقدر بحوالي 450 مشارك وربع شاحنات بالحجم الكبير، ولقد تم جمع حوالي 20 طن من النفايات الخفيفة المنزلية. العملية نظمتها محافظة الغابات بالتنسيق مع المديرية المحلية للشباب والرياضة وبمشاركة جمعيات رياضية وبيئية ومؤسسات مختصة في أشغال التطهير وتجميع النفايات. مناسبة الحملة التطوعية تحت عنوان ليست قمامتي لكنه وطني، بمشاركة حوالي 126 عضو من النادي، عندنا التي وقعت مصادفة مع ذكرى تأسيس النادي، الاحتفال بعيد ميلاد النادي الرابع على التوالي، ورانا نعرف في نفس الوقت استغلينا الفرصة باش نعرفوا بالبحيرات وباش تمتاز هذه المحمية إن شاء الله. المبادرة كانت أيضا فرصة للتحسيس بضرورة الحفاظ على الغطاء النباتي والطابع الجمالي للمساحات الخضراء. جينا نعطيو الخبرة تاعنا ونصائح وإرشادات حول كيفية زراعة الأشجار والمحافظة عليها بالإضافة إلى بعض النباتات الجبلية. قبل جبل الوحش عمليات تنظيف سابقة شملت غابتي الجباس والبعراوية، ما رسخ مشاهد التكافل والتطوع من أجل محيط نظيف.